قتل 7 من عناصر قوات النظام وعنصران من الفصائل المسلحة جراء المعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين بريف حماة الغربي. وبالتزامن دخل رتل عسكري للاحتلال التركي مؤلف من 35 آلية إلى ريف حماة الشمالي، حيث تنتشر هناك عدد من نقاط المراقبة التابعة له. تتزايد وتيرة العنف داخل المنطقة العازلة شمال غربي سوريا يوما بعد آخر، حيث يستمر القصف المكثف المترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن 7 من عناصر قوات النظام وعنصرين من الفصائل المسلحة قتلوا جراء القصف والمعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين في محور المشاريع قرب قرية السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الغربي. في المقابل نفذت الطائرات الروسية عدة ضربات جوية طالت أماكن متفرقة بسهل الغاب شمال حماة، كما وشنت طائرات النظام الحربية غارات جوية على قرية كفر سجنة وأطراف معرة النعمان ومناطق أخرى ضمن القطاع الجنوبي من إدلب. قوات النظام شنت كذلك قصفا صاروخيا ومدفعيا طال قرى تل الصخر والحبيسات والحويجة ومحور خربة الناقوس بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي. قصف قوات النظام البري تزامن مع استخدام الاحتلال التركي رتلا عسكريا جديدا مؤلفا من 35 آلية محملة بعربات إشارة إلى نقاط المراقبة التابعة له في ريف حماة الشمالي، وذلك عبر معبر باب الهوى الحدودي. في الأثناء وبالتوازي مع القصف والمعارك المتواصلة بين قوات النظام والفصائل المسلحة في محاور سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف حماة، يستمر الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام الإرهابية في استخدام مزيد من التعزيزات إلى تلك المناطق. مرحبا بكم من جديد، ومعنا حول هذا الموضوع الآن من الريف الحموي محمود الحموي ناشط إعلامي. أستاذ محمود مساء الخير، لو بدأنا من الميدانيات في إدلب ومحيطها هذا اليوم، كيف كانت وأية انعكاسات لها على الأوضاع الإنسانية؟ تفضل. مساء النور، تحياتي لك أخي شادي وللسادة المشاهدين. طبعا القصف متواصل على ريفي حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. طيران النظام شن عدة غارات جوية على ريف إدلب الجنوبي، قصف مدينة خان شيخون وكفر سدنة ومدايا وراكايا والشيخ مصطفى والفطيرة ومعرة هرمي، وصولا إلى أطراف مدينة معرة النعمان وقرية جبالة. أيضا هناك جرحى على أطراف مدينة معرة النعمان، وكذلك سقط جرحى في قرية جبالة، وهناك إصابات في بلدة معرة هرمي، وردنا منذ قليل ارتقاء شهيد مدني في بلدة معرض حرمي من جراء القصف الجوي بالطيران الحربي التابع للنظام. اليوم الطائرات معظمها أقلعت من مطار الشعيرات سيخوي 22 وسيخوي 24 طبعا بحمص، وكذلك أقلعت عدة طائرات ميك 21 وميك 23 من مطار حماة العسكري. القصف طال عدة بلدات أيضا في ريف حماة الشمالي، غارة واحدة تعرضت لها مدينة اللطامنة أسفرت عن سقوط 3 جرحى، أحدهم لا يزال في المشفى. طبعا الجرحى نقلوا إلى المشافي الشمالية، لا يوجد مشافي طبعا في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي جنوب معرة النعمان على الإطلاق، نقلوا إلى الشمال من أجل المعالجة. نستطيع القول أن حالتهم مستقرة جميعا. كذلك طيران العدوان الروسي قصف مدينة كفر زيتا وبلدة الهبيط ومدينة خان شيخون، طبعا عدة غارات جوية شنها على هذه المدن، كذلك المدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ والقصف الصاروخي طال عدة مناطق في ريف حماة الشمالي. تعرضت مدينة كفر زيتا ومدينة اللطامنة وقرى الزكاة وحصرايا والجبين وتلملح والأربعين إلى قصف صاروخي وقصف مدفعي من الحواجز التابعة لميليشيات النظام ومن المعسكرات الروسية. طيب ذكرت أستاذ محمود بأنه لا يوجد مشافي بريف إدلب الجنوبي، لا أعرف، صحح لي إن كنت غلطان. طيب في ظل ذلك كيف يتعامل الأهالي في تلك المنطقة مع الإصابات؟ أخي شادي، ريف إدلب الجنوبي
من جنوب المعارة إلى ريف حماة الشمالي إلى مدينة اللطامنة تماما لا يوجد مشافي على الإطلاق، ولكن من المعارة شمالا توجد مشافي، يعني المعارة تعتبر تابعة إلى ريف إدلب الجنوبي يوجد فيها مشافي، وكذلك جنوب إدلب أيضا توجد مشافي. إذن المشافي هي من مدينة معارة النعمان وباتجاه الشمال. أما في المناطق التماس ومناطق ما يسمى العازلة كريف حماة الشمالي والشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي بدايته ككفران بلحاس كلها دمرت مشافيها وترملة، أيضا دمرها طيران العدوان الروسي بالصواريخ الارتياجية. وفي على ذكر هذا السؤال، يعني في الحقيقة نستطيع القول أن إسعاف الجرحى ونقل الجرحى فيه معاناة قصوى، فيه معاناة بالغة، فيه خطورة كبيرة على حياتهم. يعني عندما تكون الجراحة بسيطة وتكون الجراحة متوسطة، يعني في الحقيقة تتم السيطرة على هذه الأمور. هناك البعض المسعفين والدفاع المدني يقومون بإجراء الإسعافات الأولية كإيقاف النزيف وتضميد الجراحة عندما تكون طفيفة كالجراحة التي رأيناها اليوم في مدينة اللطامنة، يعني تتم السيطرة عليه، ليس ما يصل هذا المصاب إلى المشافي الشمالية إلى مدينة إدلب أو إلى المعرة أو إلى ما هو شمال مدينة إدلب. أما عندما تكون الجراح بليغة وتكون بالغة الخطورة، وخصوصا تكون الإصابات وعائية أو عصبية أو حتى فتح بطن، أو يعني هذه أمور في الحقيقة صعبة جدا، وغالبا ما تعرض المصاب إلى الخطر وتعرض حياته إلى الخطر، وربما تكون الإصابة يعني قد يجوز من الممكن السيطرة عليها لو كانت هناك مشافي قريبة، ولكن يعني تصبح في حكم من الصعب جدا السيطرة الكاملة عليها بعد تأخر بها الإسعاف وبعد هذا النزيف الذي يتعرض له المصاب. في الحقيقة يعني ليس هناك سبيل، يعني المتواجدون في المنطقة من مسعفين سواء كان ما يدفعون الدفاع المدني أو حتى مدنيين عاديين، يعني يبذلون قصارى جهدهم، يسارعون بسرعة القصوى من أجل إسعاف هؤلاء الجرحى الذين يسقطون تقريبا بشكل شبه يومي من جراء القصف المتواصل، سواء كان من طائرات تابعة للعدوان الروسي أو من طائرات النظام أو من القصف المدفعي والصاروخي الذي لا يهدأ في الحقيقة لا في الليل ولا في النهار. طيب، هذا من ناحية ميدانية وإنسانية. بالنسبة للناحية العسكرية، هناك أنباء عن وصول أرتال عسكرية لكل من قوات النظام وحتى القوات التركية، بالإضافة هل رصدتم أي تغيير في الخارطة الميدانية؟ أخي شادي، بالنسبة لتعزيزات النظام التي تصل يعني تقريبا كل فترة 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع بأبعد تقدير تصل تعزيزات إلى المناطق الاشتباك ومناطق التماس، لأن هناك يوميا إن لم يكن يوميا تقريبا بشكل شبه يومي هنا قتلى عند النظام، يعني حتى عندما تكون على سبيل المثال اليوم ليس هناك معارك برية أو اشتباكات عنيفة تدور على الأرض، لكن هناك استهدافات، هناك حرب استنزاف يتعرض لها النظام وأنهك فيها بهذه الحرب الاستنزاف الذي يعني يقوم الثوار باستهدافه من حين إلى آخر، سواء كان بصواريخ الجراد أو بصواريخ الجراد أو بصواريخ الميم دال المضادة للدروع أو بقذائف الهاون. فهناك يوميا قتلى وجرحى، وخصوصا عندما يحاول التقدم وهناك عمليات انغماسية وهناك عمليات تسلل، فهذه العمليات كلها تسفر عن قتلى وجرحى. هذا يعني أن النظام يوميا عنده هناك نقص حاد، يعني بسبب طيب. ما يتعرض له من أين تتركز الاشتباكات في أي محاور؟ اليوم لم نشهد اشتباكات على الأرض، ولكن الاشتباكات غالبا ما تكون على جبهة الملح والجبين، يعني يريد النظام السيطرة على إحدى القريتين، فإذا ما سقطت إحداهما سقطت الأخرى تلقائيا، يعني ناريا سقطت، فلذلك هو يبذل قصارى جهده من أجل السيطرة على إحداهما، وإذا سيطر على إحداهما فسيطر على الأخرى، وبالتالي سيطر على الطريق العام الذي هو يحاول قصارى جهده تأمين هذا الطريق الذي يصل مدينة محاردة بمدينة إسقلبية من أجل تأمين التعزيزات ونقل التعزيزات ونقل المواد الغذائية ونقل الذخيرة ونقل كل شيء ما يحتاجه مقاتليه وشبيحته في الريف حماة الشمالي الغربي من هذا الطريق الذي يعتبره هو الشريان الحيوي الذي يغذي شبيحته من مطار حماة العسكري. عبر السيطرة على الجبين وتلملح. تلملح أخي شادي، هي تلملح هي النقطة الاستراتيجية، ولكن إذا سقطت تلملح فسقطت الجبين ناريا. برأيكم هل الأمور ذاهبة نحو التهدئة والمفاوضات والعودة إلى الاتفاقات السابقة عبر سوتشي خفض التصعيد، أم أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد؟ أخي شادي، على الأرض يعني حتى الآن الأمور طبيعية جدا، يعني هناك حرب استنزاف، هناك انغماسات، هناك اشتباكات، هناك، ولكن بحسب ما نسمعه يعني أن هناك
ربما تفاوضات بين الروس والامريكان. الروس في الحقيقه مرغت انوفهم بالتراب، يعني فريق حماس الشمالي بهذه الخسائر التي تعرضوا لها، فيبحثون عن مخرج، يريدون يعني اي مخرج يخرجون منه بنصر باي شكل من الاشكال. يعني هم يحاولون السيطره على الملح، اذا سيطروا على الملح فيعتبرون انفسهم انهم في الحقيقه حققوا انتصار بسيطرتهم على قلعه المضيق وكفرنبودي والقرى الواقعه ما بينهما. ولكن اذا بقي الحال على هذا الحال وتوصلوا الى وقف اطلاق النار، هناك قمه ثلاثيه تعقد في هذا الشهر من اجل وقف اطلاق النار، يعني الحديث يدور عنها بشكل مكثف بحسب اساسه انهم سيبحثون ويبذلون قصارى جهد من اجل الوصول الى وقف اطلاق النار. اذا تم وقف اطلاق النار على هذا الحال فهذا يعني ان الروس والنظام تعرضوا الى هزيمه نكراء، يعني رغم سيطرتهم على قريه بلده كفرنبودي ومدينه قلعه المضيق، ولكن سقوط تلملح هذا سقوط مدوي، يعني كتلملح كقريه كانت بوجود حكم وجود التل فيها ووجودها على الطريق العام تعتبر قلعة استراتيجية يتحصن فيها شبيحة النظام، والطريق العام يعتبر مؤمن وهذا الطريق مهم جدا بالنسبة لهم، بات الطريق مقطوع حتى لو كان في مترا واحدا وليس في قرية، فهذا يعني ليس هناك نصر. أنا أعتقد أنهم في الأيام القليلة القادمة وربما في الساعات القليلة القادمة قبل موعد اجتماع القمة ربما يحاولون السيطرة على تل ملح والجبيل من أجل تحقيق نصر أمام جمهورهم وأمام شعبيتهم أنهم حققوا نصر على الأرض وأنهم تمكنوا من استعادة الطريق العام وتأمين الطريق العام الذي يعتبرونه مهما وفي الحقيقة هو في غاية الأهمية بالنسبة لهم. انتهى الوقت المخصص، أنا أشكرك جزيلا ضيفنا الكريم من الريف الحموي محمود الحموي ناشط إعلامي. فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح الملف الأخير لحديث اليوم، أرجو أن تبقوا معنا.